بشأن المواقف اللبنانية من هذا الاتفاق وتداعياته السياسية والعسكرية في لبنان، معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي اللبناني أسعد بشارة. أستاذ بشارة، كيف يمكن لهذا الاتفاق أو الإعلان عنه حتى الآن أن يعيد تأليف أو تشكيل مكانة حزب الله داخليا، خصوصا يعني بين الأطراف السياسية والحكومية، خصوصا بأن الحكومة غير مشكلة حتى الآن وهي حكومة تصريف أعمال؟ مساء الخير. على الرغم من أن هذه الحكومة غير مشكلة، فإن حزب الله يمتلك فيها الأغلبية من خلال وجوده المباشر ووجود حلفائه، وبالتالي هذه الحكومة رأسها شخصية تقريبا وسطية، ولكن بتركيبتها هي ذات أغلبية لحزب الله، وهي ستتولى الدور التنفيذي في القرار السياسي بالموافقة على الاتفاق، ومن ثم الإشراف على تنفيذه عبر الجيش اللبناني. كيف تتؤثر نتائج الحرب على حزب الله ووجوده؟ أعتقد أن حزب الله تلقى ضربات كبيرة عسكريا وسياسيا، وهو لن يستطيع بعد الحرب أن يمارس ما مارسه قبل الحرب، لأن حضوره قد تلقى يعني قد اهتز. فاليوم هناك قوى سياسية باتت تطالبه وتحاسبه بطريقة واضحة عن كل المرحلة التي أعقبت ثمانية تشرين، حينما فتح حرب سماه حرب الإسناد انطلاقا من مزارع شبعة دون أن يستشير الحكومة اللبنانية ولا رئيس الحكومة، ودون أن يأخذ رأي أحد في لبنان، مما جرى على لبنان كل ويلات هذه الحرب. ولكن بالمقابل، بموازاة هذه المحاسبة، حزب الله بالمنحى الداخلي لن يتأثر كثيرا، هو يستعد لمرحلة مقبلة، وقد استهلها اليوم من خلال مقال لرئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد في جريدة الأخبار التي هي صوته المقربة منه، يؤكد فيها على موضوع معادلة الجيش والشعب والمقاومة، بما يعني أنه يستعد لأن يمارس. ولكن الأستاذ بشارة، ما هو الجديد؟ هذه المعادلة لطالما استمع بها اللبنانيون واستمعنا لها كمتابعين وصحفيين، هذه المعادلة جيش مقاومة وشعب، هل كانت نافعة في الداخل اللبناني سياسيا، خصوصا بأنك تقول بأن الحزب يستعد لمرحلة مقبلة وهو تلقى ضربات سياسية وعسكرية كبيرة؟ نعم، بالنسبة لحزب الله كانت نافعة، لأنها أعطت يعني سلاحه شرعية الحكومة، ووضعت هذا السلاح في خانة وكأنه مغطى من القرار السياسي الرسمي اللبناني، وهذا ما يريد حزب الله بالذات بالتأكيد. يعني يريد أن يقول هذا السلاح ليس سلاحا خارج الدولة، ليس سلاحا ميليشياويا، إنه سلاح مشروع مشرع ببيان وزاري. يعني هذا هو الهدف. هل سيقبل هذا الهدف؟ طبعا هو لمصلحة حزب الله كما تقول، ويعطي شرعية لسلاح حزب الله. هذه المعادلة جيش مقاومة شعب تعطي شرعية لسلاح حزب الله. هل ستوافق الأطراف اللبنانية السياسية اليوم بعد ما حصل، بعد أكثر من عام من تدمير وخسارة في الأرواح والبنى التحتية، في وضع اقتصادي أصلا هو يعني منهار، هل سيقبل اللبنانيون، هل ستقبل الأطراف السياسية الأخرى بهذه المعادلة وأعطاء شرعية من جديد لحزب الله؟ قطعا لا، ولكن حزب الله يمتلك قدرة التعطيل في الشارع وقدرة تعطيل المؤسسات. لا ننسى أنه انتخاب الرئيس لهذه ثالث مرة يعطل انتخاب رئيس جمهورية في وقت الدوحة، في وقت الانتخاب ميشيل عون عطل البلد سنتين، الرئاسة الأولى أكثر من سنتين كان يريد فرنجية، ويعطل تشكيل الحكومات، لديه القدرة على هذا الأمر. كل هذه القدرة على التعطيل ستكون هي أيضا محط اختبار فيما بعد الحرب ونتائجها الكلية.
ولكن بالتأكيد حزب الله ببعده الداخلي لم يعني تأثر، ولكن لم يتأثر بالقدر الذي تأثر به بفعل الضربات العسكرية الإسرائيلية التي أطاحت بقيادته السياسية والعسكرية والأمنية. أما في بعده الداخلي فهو قادر على ترميم حضوره، لأنه يستند إلى قاعدة شعبية أيضا ويستند إلى تحالفات معينة. هلا بالتأكيد لا أحد يمكن أن يتنبأ منذ الآن طبيعة الخريطة السياسية، صحيح. ولكن هناك أطراف من قوى المعارضة، التي تستعد أيضا لك أن يعني تتعامل مع المرحلة المقبلة، ستقف طبعا بوجه مشروع حزب الله.